ورحبوا بالعنصر النسائي اللي موجود ها للاسف في اخر القاعه، ربنا يقدموا لقدام. مرحبا. كيف كيف نرحب بالاخ منجي وجامل من تروى باش يعطينا زاري سافو باش يعطينا اللقاء هذايا. نحب نحط اللقاء هذايا في اطاره. احنا كلنا وقع معناها حديث مؤخرا والكثير من الحديث على قرار 236 متعلق بالامتياز الجبائي واللي صدر في 16 مارس في الراديو الرسمي التونسي. خذا ابعاد مطورت طور الحديث عليه على كل المنابر الاعلاميه وكل شهدت الى ان وصل الى حد انه وقعت الاساءه للجاليه التونسيه في الخارج، وهذا اللي خلانا نتحركوا نحن كجمعيات وكجمعيه معنا همزه توصل المستقبل موجوده في باريس واللي رئيسها الاخ محمد الصيد هو موجود بيننا. فكرنا انه نحاولوا ان نحلوا المشكل هذايا او نردوا الاساءة. اما نحن لان على خلق ما نردوش الاساءة بالاساءة بما فيها، ردوا الاساءة بتعبير اخر حضاري وبلقاء جماهيري مع شعبنا حتى الحديث على أن وقفات احتجاجية تقع في قدام القنصليات وقدام السفارات كنا ضدها على الأقل على مستوى الجمعية، وحبينا أن نكونوا نعبروا على غضبنا ونعبروا على استيائنا للي يقع تجاه اللي يبدر أو اللي يصدر عن الحكومة تجاه الجالية بالخارج بشكل حضاري وتعبير، وأن نلتقي في دار التونسي هذه اللي هي دار المفروض أنها دار التوانسة الكل، ونحاولوا انه نحلوا فيها مشاكلنا وكل ما يهم الجاليه بالخارج. وين وقعت الاساءه في القرار؟ القرار الدوله من حقها انها تصدر قرارات والحكومه من حقها انها تصدر قرارات، ومن حق المتضررين من هذه القرارات ان معناها يحتجوا على هذه القرارات واللي نشهدوا فيه الكل. معناها هذه معناها تدور على القطاعات الكل، ولا مثل ما يقع تو في برشا نقابات قاعده تحتج وقاعده في صدام مع بعض الوزارات في قطاعات اخرى. احنا ايضا ضمن هذه القطاعات وضمن هذا الصراع اللي يقع اليوم مع نقابه التعليم الثانوي او اللي يقع اليوم مع النقابات الاخرى، كيف هو نفس المعركه. هو المعركه حسب رايي يعني ما بين فئه في تونس تعيش على حساب الفئه الاكبر الموجوده في او السواد الاعظم من الشعب التونسي، بمعنى ان ارضاء للوبي معين في تونس خرج علينا السيد رئيس الحكومه بهذا القرار، وهو التحجير بيع، هو قرار 236 تحجير بيع او التوفيض في السياره التي يقع استخلاص معلومها الجمركي، بمعنى انه يقع الاستخلاص المعلوم الديوان 25% من كما العادة على الامتياز الجبائي يقع، ولكن يحجر على التونسي التفويت في هذه السيارة. هو مس من الملكية الشخصية، هذا جانب القانوني فيه. والجانب الاجتماعي ظروف المواطنين بالخارج رأي مش كما يتصوروا الإخوة، معناها أنهم كلهم في حالة ميسورة وأنه هذا مش باش يأثر عليهم. كل شيء يأثر عليهم. ليبيا اللي نحن عندنا توا من بعد نحكوا الاخ توا يزيد يفسر لنا، الاخ مجيد موجود هنا عنده كيستيونير على الليبيا وغلاء الاسعار نتاع الليبيا، توا من بعد يوزع عليكم وياخذ كلمه باش يحكي فيه. الوضع الاجتماعي للجاليه بالخارج
في بعض الأشياء في الأحيان أو بداية الصيف تكون أكثر كارثية من الموجودين في الداخل. هذا ما يعرفوش في تونس. يعرفوا في تونس اللي يخدم في الخارج هو غني واللورو معناها يولي بثلاثة والدنيا مفتوحة وما ثماش حتى ما يعرفوش اللي البيئة متاع 3500 أورو ولا 4000 أورو الإنسان يمشي يعمل قرض باش يروح بصغاره ويشوفوا عائلته المكبرة وباش يقع التواصل هذا. ما يعرفوش اللي ثم ناس عايشة معناها هني بالحد الأدنى. ما يعرفوش اللي أغلب المواطنين بالخارج هما وضعيتهم الاجتماعية معناها متوسطة أو دون المتوسط، بمعنى أن هذا كله يأثر عليهم. والامتياز هذا المس به يعتبر مس من مصلحتهم. وإحنا في هذا الإطار والتداعيات ووقع الاتصال بينا من الكثير من الأخوة معنا الموجودين هنا يتسألوا على علاش الدولة ما خلتش مهلة، ما عملتش مهلة في تنفيذ هذا القرار. بمعنى هذا القرار وقع قراره 13 مارس، وقع نشره 16 مارس، 23 مارس وقع معناها ولا تنفيذه ولا حيز تنفيذ في 23 مارس. هذا إما خطأ إداري عند حكومة السيد يوسف الشاهد أو معناها استهداف للشريحة هذه من التوانسة الموجودين في الخارج واللي ما على بالهمش بيهم على مصلحتهم شنية ما همومش فاهم، وهذا هو أخطر حاجة. ثم اللي لاحظناه أيضا تعاطي الإعلام مع الموضوع هذا، تعاطى الإعلام الكل وتفتح الموضوع هذا الكل في كل وسائل الإعلام وكل الإذاعات والتلفزيونات كلها أخذت الموضوع هذا وعملت دي بلاتو واستدعت فيه معنيين بالأمر. ما شفتش أنا حتى واحد مثل الجالية بالخارج، ما مثل حتى واحد التونسيين بالخارج. اللي جو واحد على الديوانة وواحد على غرفة الصناعة والتجارة، معناه وكأن الموضوع يهم غرفة الصناعة والتجارة ويهم يهم سيد الديوان، معناه وكأنه غرفة الصناعة والتجارة هي اللي تورد في السيارات معناه بشكل هي تشيل في السيارات كما يقول هو، وممثل ممثلي لأنه هو جيش بعثوه وزرعوه في كل المنابر الإعلامية على مستوى الإذاعات وعلى مستوى الفضائيات ويحكي الكل على نسب وعلى حجج واهية اتخذ من أجل هذا القرار. هم خرجوا ليدعموا هذا القرار، معناه يدعموا في الحكومة. نشوفوا توا في واضح العملية، معناه إذا كان مش نحكوا سياسة مش نحكوا أن حكومة سيد يوسف الشاهد أخذ ديستانس أو عنده مشكل مع الاتحاد العام التونسي الشغل، بدأ يرضي في الاتيكا، بدأ يرضي في الجانب الآخر الشريك الآخر، وهذا كشريك اللي عنده المادة وعنده الواحد وينجم يدعمه وينجم يحافظ على بقاء الحكومة هذه. المهم الممثلي غرفة الصناعة والتجارة يحكوا على أرقام توصل إلى 90% من الامتياز الجبائي يقع التفويض فيه، معناها 90% من المواطنين التوانسة الموجودين في الخارج يبيعوا في نفس السيارات نتاعهم، معناها هذوما كلهم بلغة القانون وبلغة الواحد فيهم هذوما متحيلين، هذوما هما المهربين يحكوا بلغة التوانسة. هذو احنا إذا على مستوى جمعية على مستوى معناها ناشطين في المجتمع المدني نعتبروه إساءة للشريحة هذه اللي احنا ننتموا لها، وهذا في الإطار هذا تحركنا وعملنا الاجتماع هذا. الاجتماع هذا كي تحركنا طلبنا نحن المسؤولين الكل بكل أصناف التشريعية والتنفيذية اتصلنا بسيد الحكومة العام حاولنا نتصلوا بالناس كل وقلنا لهم راهو ما يصيرش اللي قاعد يقع توا في كل النساء وراهو نحن مضى بينا يتحل المشكل وتقع على الأقل مهلة والمفاوضات في هذا الجانب. معناها خلي عندنا احنا كاتب الدولة للهجرة اش يعمل اش قاعد يعمل كاتب الدولة للهجرة؟ ما هو المفروض انه جاء وحكى على الموضوع هذايا وراه سبقنا، معناها الانسان راه شوف القرارات اللي باش تقع من النوع هذا يجب الحديث عنها مسبقا. يجلس نبض المواطنين بالخارج هو يعمل في اجتماعات ويصير هو مدة شهر ولا شهرين عمل اجتماع في القاعة هذه وممكن الاسبوع القادم عنده اجتماع، معناها علاش ما وقعش الحديث على هذا القرار
وجس نبض المواطنين، وهل يمس من مصالحهم، هل يمس من معناه من 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 عطلهم او من برامجهم في العطله القادمه ان شاء الله. ولكن حتى واحد ما اخذ الامر هذا بجديه، وتعادوا ديريكت الى التنفيذ، تعادوا ديريكت الى التنفيذ، لانه حتى بعض لي كونسيسيونير والجراجات الموجودين في تونس في فرنسا لهني، واللي مربوطين بالتصدير للخارج او مربوطين بشكل مباشر وقع اعاده السيارات معناها، والحجز البواخر زاد، تذاكر الباخره زاد وقع اعادتها في بعض المحطات لبعض العائلات، بعض العائلات اللي كانت مركزه انه باش يشري سياره، هو اقترض انه باش يشري سياره وباش يعود بها للخارج، وبالتالي باش يبيعها لانه عنده عقار باش يشريه، عنده دار باش يكمل يبنيها، عنده حاجه من ظروف الناس هذه الخاصه لا يمكن ان يقع الدخول فيها بشكل غير تعسفي دون مهله. اذا كان قعدت مهله حتى الى اخر السنه هذه 2018 او حتى 90 يوم، لانه مستحيل انه يقع رو قاع الحديث بشكل اخر، راهو اقل حده. نحن فعلا قاعدين نحكوا على القرار هذا، راهو بعصبيه موجوده، العصبيه في حديثنا في نبرتنا في كل شيء، وتقاعد المواطنين الموجودين بالخارج الكل. ولكن هذا ليش؟ هذا لانه قاع احتقارنا ككبار، قاع اهانتنا، وقاع الحديث، وقاع المرور ديركت الى تنفيذ قرار وكانه اسقط من فوق وقال لك لا رجعه فيه. تم محاوله من بعض النواب الحديث مع الحكومه، قال لك هذايا لا رجعه فيه به. حديث في الاطار هذايا مع بعض الاخيان الموجودين واللي جاوا وتشكوا من الموضوع هذا، قلنا لهم اعملوا لنا مكاتب واعملوا لنا واحد، ونحن مستعدين ان نرشدكم الى الطريق الاسلم لمعالجه هذه القضيه. مشينا في اطار، مشينا في اتجاه الطعن في المحكمه الاداريه، وقع معناها بعض الإنابة من بعض الإخوة المتضررين في هذا الإطار، وتوجهنا إلى المحكمة الإدارية. المحكمة الإدارية فعلنا لها عندها توقف أسبوعين من اللي وقع دفع اللي وقع معناها إيداع المطلب عندها لإيقاف تنفيذ هذا القرار، وتوجهنا للحكومة برسالة للتراجع على هذا القرار للاسباب، وشرحنا الاسباب اللي يقع التراجع فيها. احنا اليوم نحكوا على توريد سيارات، توريد سيارات في تونس. كنا نعرف ان تونس مش مصنعه للسيارات، معناها محاولات ما زالت قاعده بطيئه جدا في اطار تصنيع السيارات، ان شاء الله تنجح، ان شاء الله نشجع. ولكن في العموم وتغطيه السوق التونسيه، تونس ليست مصنعه للسيارات، بمعنى ان ثم توريد للسيارات. شكون يورد فيها سيارات؟ يورد فيها أربعة من الناس يوردوا في السيارات في تونس، اللي هم معروفين، اللوبي المتمكن اللي من معناها طابوا حتى واحد ما يدخل فيه القطاع هذايا، وحتى واحد ما يحكي فيه. احنا مادام تحط الموضوع هذايا على الطاولة، نحبوا اليوم نرجعوه الكل، نحبوا اليوم هذا قطاع توريد السيارات إعادة تنظيمه من جديد، وإعادة هيكلته من جديد بشكل موضوعي وبشكل لا يضر الاقتصاد الوطني ولا يضر المواطن، ويحافظ على حقوق ومكتسبات كل مواطن أينما كان، كان في الداخل ولا في الخارج. حتى المستهلك اللي موجود في تونس واللي يشري في صناديق الموت هذه اللي نعتبرها نحن صناديق موت، لأن السيارات اللي موجودة غالية، تتسبب في أغلب الحوادث اللي موجودة في على طرقاتنا في تونس. حتى ضايع يهمني المستهلك هذاك، هو مواطن تونسي، وهو إداري، وهو موظف، هو أخوي، هو ولد عمي، هو واحد منين يشري واحدة كلاسيك، معناها كليو كلاسيك ولا رونو سامبول، معناه يقع معناه ما في عام معناه يتقلب بها، ولا قدر الله يقع ثم ضواحي، ثم العديد من الانواع اللي ما نشوفش فيه، اللي ما نشوفش فيه انا في اوروبا. معناه ثم مجموعه من السيارات موجوده اليوم في تونس انا ما شفتهاش في اوروبا، سالت على السؤال هذايا لبعض معناه متخصصين في الامر هذا، قال لك السيارات هذوما ليست لهم او لا يتمتعون بمواصفات السلامه التي تنص بها اللوائح الاوروبيه. بمعنى ان في اوروبا ممنوع للسيارات هذه انها تتجول، وفي تونس ما يسالش، خلي تتجول، خلي يعمل اكسيدون لا واحد وخلي الناس تموت به.
اذا كان باش نحلوا الموضوع هذايا من جانب التقني في تونس وما ما ينجر عن توريد السيارات هذه من السيارات هذه اللي شو اسمه السيارات اللي يعبر عليها السيارات الشعبيه هي الشعبيه لا حد شيء لان اصغر واحده تو ب 35000 دينار اذا كان عدلها بالمدخول نتاع التونسي تو نشوفها سياره شعبيه لا حد شيء. السياره هذه تتسبب في اغلب الحوادث الموجوده في تونس. الحوادث الموجوده في تونس ساعات يقع فيها اضرار لا قدر الله بشري وساعات ويقع الاضرار الماديه هذيك دائما موجوده. اذا كان وقعت اضرار ماديه وتعطيل على العمل لموظف يبدا في في في, السي... في ال... معناها يتنقل في السياره هذيك يعني الموظف هذاك تخلص فيه الدوله. الموظف هذاك موجود في موظف الدوله وبالتالي حادث المرور هذاك يمكن يخليه ما يزولش العمل نتاعو لمده سنه او لمده واحده. هذيك شكون المخاسر هذيا ما تتحطش في المخاسر الاضرار الاقتصاديه للدوله التونسيه والا وهذا هو الوجود للاسف في سبيل ان يربح فئه تربح فئه معناها معينه من أجل أنه مجموعة معينة في تونس تستفيد من توريد السيارات ما يسالش ناخذوا الريسك احنا والناس في السيارات مش مؤهلة لطرقاتنا خاصة طرقات التحتية بتاعنا كلها والحل عند الحكومة وعند حكومة الشاهد الأخيرة هو في إغلاق باب توريد السيارات من جانب العمالنا بالخارج اللي هما معناها سيارات اليوم السيارات هذه اليوم معناها السيارات هذه للاستهلاك الخاص بالنسبه. واذا كان ثم حق هو لكل تونسي معناها عمره يفوت 18 سنه عنده حق انه يورد سياره شنو هو المشكلة انه يفوت فيها الفلوس والتعمى والواحد شنو باش ياثر؟ هو حقه انه يورد سيارة. بما انه حقه انه يورد سيارة معناها ما ثماش حاجة تمنع من انه يفوت فيها لاحد اقربائه او حتى لانه القرار راهو يتضمن حتى عدم القيادة. وهذا هو المشكل الكبير انه اذا كان ثم تحجير على البيع ثم تحجير حتى على قياده السياره الا للاب او الام او الابن وهذا صلب المشكل نتاعنا. اذا كان هذا الحق موجود علاش احنا توا اليوم باش نوقفوه؟ الحجج اللي اخذتها الحكومه تحكي على نزيف العمله الصعب. نزيف العمله صعبه نحن نعرف كل العمال بالخارج كي يشري كهرباء مش باش يهرب الفلوس من داخل باش يجي يشري كهرباء من فرنسا لانه العمله صعبه في بالي موجوده في فرنسا مش موجوده في تونس. ولكن العمله الصعبه اللي تخرج من تونس هي الوكلاء اللي هما عندهم سيستم دي كوتا. الوكلاء هذوما كلهم عندهم نسبه سيارات يدخلها كل وكاله تدخلها في السنه بنسبه بالمبلغ الفلاني. وهم راهو قبل كانوا من غير كوتا وهم يطالبوا تو انه يوسعوا لهم في الـ في الـ في الـ في الكوتا هذه لانه عمليه توريد السيارات اكبر هي اللي تمثل اكبر نزيف للعمله الصعبه في تونس كلها يعرفها هذه لانه هي معناها توريد معناها الماتريال لي غرو ماتريال هذايا هو اللي يمثل اكبر نزيف للعمله الصعبه في الاخر. اي شركه النقل اللي هي على ملك بوشماوي ولا اي شركات الاخرى تعمل كوموندا من المعمل الفلاني الموجود في اوروبا او موجود في اي دوله اخرى وما عليها الا ان تاتي بالفاكتور بيرفورما وتعطيها للبنك المركزي ليحول ذلك المبلغ بالعمله الصعبه للصانع. هذا النزيف اللي نحكوا عليه. في المقابل
المواطن بالخارج هو باش يشري سيارة بمدخراته الموجودة فيها وموجود في الخارج عنده مدخرات، المدخرات هذيك باش يدفع منها وباش يدخل السيارة. بالعكس هو باش يفيد، لأنه إذا كان نجو نحسبوا نحن في قداش المواطن بالخارج يدفع ضريبة على السيارة، باش نلقوه يدفع أكثر من صاحب الوكالة، لأنه هو يدفع 25%، و 25% هذه ما عنده حتى شيء معناها باش يدير، في حين أنه الآخر يجيب في برودوي جاي من الاوروب، وكلنا نعرفوا اللي تونس هي شريك في السوق الاوروبيه في الاتحاد الاوروبي، وبالتالي ما ثماش معلوم جمركي على السلع اللي جايه من الاوروب، هو ثم ضريبه برك اللي ما تفوتش 7.5%. معناها ثم اولا القرار، باش نبدو موضوعين، القرار يمس السوق التونسي، لانه باش يقع نقص في السوق التونسية هذايا يخدم صالح ال وكالة أو غرفة موردي السيارات في تونس، ومن يقع النقص هذايا الوكالة هذه باش تطالب الدولة للترفيع في النسبة في الكوتا أو إلغاء نظام الكوتا. من يقع إلغاء نظام الكوتا معناها هذاك الشركات هذيك جيب اللي تحب انت سيارات، المرشي مازال موجود ومازال يرفع لانه نقصت العمال بالخارج الور عنده كيما تحب انت. اليوم باش يرتفع نزيف الواحد معناها باش يزيد يكبر نزيف العمله صعبه في البلاد، وهذا يدل على انه القرار جاء مسقطا من لوبي قاعد يتحكم في البلاد، والقرار هذا لم يدرس بشكل معناها تقني وعلمي، وما فيش مصلحة لتونس بتاتا بكل جوانبه، ونحن نمشوا معهم في وين يحبوا معنا في الامور هذه، لانه بالفعل احنا عندنا 15 يوم تو من اللي وقع الحديث ياسر انهمكنا فيه الموضوع، وبدنا نحلوا فيه من داخل ونشوف شنو المشكل. نلقوا حكايه توريد السيارات في تونس قضيه وطنيه، وباش تتحول الى قضيه راي عام بالفعل، قضيه وطنيه لانها تهم اقتصاد البلاد وتهم معناها اكبر نسبه. اليوم نحكوا على 77 يوم راهو ريزيرف من العمله صعبه في تونس، عمرها ما وصلتها الامور هذه. هذا نحب نذكركم انا اللي والتقارير الكل الاعلاميه وتقرير محافظ البنك المركزي في 2000 صائفه 2017 اكبر نسبه عملة صعبة دخلت للبلاد دخلت من العمال بالخارج في الفترة هذيك، في الفترة هذيك لأنه تعرفوا أنتم هو انزلاق الدينار خلى الناس معناها سوق سوداء وقتها، مازالت ما لقى ريكتيفي معناها السعر الجديد نتاع الدينار، الناس كلها مشات للبنكة وثم دافع راهو ثم شوف احنا على الأقل هنا نكون نحكوا انطلاقا من أن راهو أبناء مهاجرين وعايشين هنا وعدينا أعمارنا لهنا، نعرفوا نحن السوق السوداء والسوق الموازية في كل شيء، في العملة في السيارات في كل شيء موجود، ثماش حاجة مش موجود فيها السوق السوداء. ولكن منين يبدأ ثم منسوب الوطنية يرتفع عند المواطن التونسي، وهذا شهدناه في 2011 وشهدناه من 2011 على جيرة، وثم هذا التطور في الإطار هذا، لأنه حتى اللي قبل كان يمشي يصرف الفلوس في الحوانت وفي التروتوار، ولا تحول يصرف الفلوس في البنك حتى اذا كان يخسر 2000 فرنك في العمر. معناها ثم حاجه ثم منسوب نتاع وطنيه عند التونسي شهدناه احنا عايشناه وحسينا به، هذا معناها ارتقى الى مستوى الوطنيه الحقيقي. اليوم المشاهد اللي نشوفوا فيها والقرارات التعسفيه هذه اللي نشوفوا فيها والمظالم اللي نعيشوا فيها هذه راهي باش ترجع التونسي انه يفقد الثقه في الدوله ويفقد الثقه في البلاد ويتحول الى بالفعل يقول لك انا ما على باليش، ما انا اعطيني صغاري واعطيني مصلحتي واعطيني مالي، البلاد هنا عندنا 7 سنين نحن نشوفوا، شوفوا كان في الكوارث، شوفوا كان في السرقه، ونشوفوا كان في النهب. وبالتالي هذا راهو كله نتيجه شنو؟ نتيجه عندنا 8 حكومات، هالاخفاقات اللي عاشتها تونس في جانبها السياسي، لانه اذا كان نحبوا نعيشوا كدوله ديمقراطيه وهذا هدفنا كان الكل، واحنا في سيرتان مومو قلنا اذا كان مش تحولوا الى دوله ديمقراطيه باش كل شيء باش يتبع من بعد، باش الازدهار الاقتصادي باش يتبع، التعايش السلمي باش يتبع، الاجتماعيه للناس كلها باش تكون متفرده، الناس كلها المقدره الشرائيه باش تكون موجوده عند الناس كل، ما لناش باش نشوفوا ناس فقراء وناس تعيش في الواحد. تو رجع كيلو الحم ب 10 ب 24 دينار وما عادش تلقاه.
رجع اليوم المقدرة الشرائية معناها ثم عندنا مثلا احنا موجود في الجنوب يقول زيد المي زيد الدقيق، طلع في الأجور طلع في المعيشة الشرائية، معناها الحكاية عندنا ما نش عارفين وين نمشوا. هل تضخم هذا اللي قاعد يصير في الـ في الـ في الـ في المجتمع التونسي او في الاقتصاد التونسي باش يوصل الدينار؟ شيء طبيعي انه يرجع الدينار يولي ما عاد عنده حتى قيمه، وبالتالي انه الانهار باش نمشي واحد باش يوري يخرج ليبيي باش يشري خبز، هذه راهو باش نوصلوا باش نوصلوا باش يخرج ليبيي ما عادش بدي بي اس باش يشري خبز، لان اللي توجدت في دول اخرى. هذايا نتيجه شنو؟ هذايا نتيجه سوء التصرف والقرارات معناها وانصاف الحلول اللي قاعدة تتوخها الحكومة قاعدة تتوخى في أشياء. الضرر يكون موجود على اليمين هو يمشي حد يحل على اليسار، الضرر موجود في محاسبة الفاسدين الموجودين في تونس واللي موجودين واللي هم شادين المونوبول هذايا نتاع توريد السيارات واللي شادين معناها كل معناها عصب الدولة الاقتصادية، والبحث على جزئيات نتاع التونسي كي يدخل يخلص تمبر ب 20 دينار، معناها تونسي مرة واحد دارهم لازم يخلص 20 دينار، هذه عاد ما موجودة، هذه راهو قرار توجد من 2006 ومعمول بها عند لأنه هي تخصم من التذاكر السفر، هذه 20 دينار، راهو مش الأجونسي يخصها، راهو تخصها الدولة. هذيك ضريبة على التونسي باش يدخل يلوح. خلي الدوبتيك خلي هذه معناها البحث على تو حتى كان ذكروا في وقت مهدي جمعة وانا جاي حب يحوم على حلول هذاك 30 دينار على لجنة باللي يدخل التمبري نتاع مش عارف نتاع الدوبتيك هذاك العقود الزواج زاد حتى هما ثم واحد معناها البحث على الموارد الآنية أنه تدخل شوية فلوس باش تحل مشكلة كبيرة. وفي الحين أنه كل يوم مجلس نواب الشعب يصوت على قروض للشاري، إلى أين ذهب هالبلاد هذه الله أعلم. آخرها اليوم هذا القرار هذا اللي باش يحد من دورة اقتصادية. إذا سيدي نحن نفرض أنه ثم حاجة بارالال في قطاع السيارات، ثم حكاية سيارات الباع، ثم سيارات، ثم موجودة، نحن نعترفه أنا موجود هذه، لكن هل التجارة الموازية هذه أنت لقيت لها البديل باش تحصرها وتقصها ديفينيتيف مو؟ هل معناها الناس اللي قاعدة تتمعش وراء هذه الدورة معناها الاقتصادية اللي موجودة اللي اعتبرها جمعت وكالة الصناعة والتجارة أنها تفوت 90% من العمال بالخارج أو تمثل 70% من السوق المحلية، هل أنت لقيت لها البديل؟ البديل شنو؟ البديل هو الازدحام أمام الوكالات للربح ولمعناها لإغناء الأغنياء. ما هذا هو البديل، ما عندنا حتى بديل. إذا كان أغنياء وصلنا رجعنا حتى نركبوا في السيارات كما قبل كنا في الستينات والله ميسج نحن نوقفوا يا سيدي. أنا لا تعطيني البديل شنو؟ البديل هو أنه بوشماوي يزداد غنى، لوكيل يزداد غنى، مش عارف شكون متاع بيام زاد يزداد غنى، هذا هو البديل. بنجمع يزداد غنى، هذا هو البديل. وفي المقابل شنو؟ حتى إذا كان ثم سلامة وما ثماش إضرار معناها من الموضوع هذا والله يا سيدي تقول، لكن المشكلة أنه السيارات هذوما كلهم يتسببوا جيتابل. هذوما ثم شكون عبر عليهم بانهم يقول لي صناديق الموت في تونس. في 2007 ثم احصائيه تقول انه الكليو كلاسيك اللي موجوده كان في تونس او كان في الافريق، لا لا الكليو كلاسيك سببت في 70% من حوادث 2007. هذا دون لي طون فوالا، معناها هي ديما موجوده، اما دراباج عملات الكهرباء هذه، اما جات في موقع معناها مهم ديما ابليكي في 70% من لي زاكسيدون. هذا اذا كان نحن ما دام تفتح الموضوع هذايا كل على مصراعيه والناس بدات تدافع وخذا معناها ولا معناها حديث الراي العام، خلينا نطرحوها احنا على الطاوله وخلنا نفوضونا نحن او لجنه متابعه وخلنا نعملوه نحطوه ونعاودوا اعاده هيكله توريد السيارات. وهالموجودين اللي موجودين في تونس واللي هم يخدموا في اون باراليل، خاطر راهو الحديث هنا على السوق الموازيه في داخل تونس، بمعنى انه المواطن التونسي هو يهز نفس السياره نتاعه، لانه كل واحد مواطن في عمره 18 سنه عنده حق انه يدخل يبيعها الاكس،
اكس راية عنده 5-6 سيارات شاريهم واحد ناصب بيهم في مرش. هذا كمان هم اللي يحسبوا فيهم راه سوق موازي. يا سيدي قارن السيد هذايا وخلي يعمل بتيندا وخلي يدخل الفلوس للدولة وخلي الناس كلها تتفرج، وإلا هذاك مهوش في صالح سيلوكير ولا سي مش عارف شكون اللوبي متاع السيارات، وبالتالي يلزم الغلق. معناها شوية آخر باش يقولوا اللي يحطوا اللي يلقوه شاد عنده سيارة للبيع يحجزوها له إذا كان ماشيين في الاتجاه هذايا. حتى اللي موجودين في الداخل واللي شارين سيارات وما عندهم سيارة معناها تونسية، حتى هو باش يوقفوه. ليش؟ لمصلحة هاللوبي هذايا. اليوم احنا ماناش باش نطول أكثر، نحب سي نجيد خاطر بارامون داير يحكي شوية على حكاية الليبيين، وبعد باش نرجع نحل النقاش في 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 الموضوع هذايا. المبدأ من هاكا الكرسي غادي يصير. لا جيبوا بعدين معناتها. هذا الهدف من اللقاء اليوم هو أن نتحاول نحط النقاط على الحروف وننطلقوا في استراتيجية جديدة، هي كيفاش نخدم الدولة انطلاقا من الوقوف بشكل حضاري على إخفاقات هذه الدولة. الدولة على فكرة أنا روجهت الدعوة كما قلت لكم للمسؤولين الكل باش ينقلوا الموقف والآراء متاع الناس كل باش نسمعوهم الكل في هذا الموضوع. ولكن السيد القنصل العام البارح اتصل بي ويعتذر لي انه عنده معنا سبب صحي يخليه انه ما يجيش اليوم، والسيد القنصل بونتا طلب معناها جاته يقول انه جاته الدعوه متاخره وهذاك علاش يمكن يلتحق بها. أنا قال يمكن نلتحق ويمكن ما يلتحقش. السفير اللي هو يمثل الدولة. السفير سي أحمد ما عنديش بيه تواصل. هو يمثل الدولة. هذا أنا يجي ماهوش قنصل يمثل الجالية. إن شاء الله. ما عنده حد شيء، لكن السفير اللي يمثل الدولة. هو اللي لازم يجيك الكل ويسمع الجالية اللي هو يحكي. احنا راهو نجتمعوا لهني. احنا تو بعتني كل الناس كل باش تاخذ الكلمة. لكن منفضلكم باش نكونوا نحن في مستوى الحدث، وفي مستوى ان نكونوا احنا متحضرين في نقاشنا، متحضرين في اختلافنا، متحضرين حتى في معارضتنا لاي كان. الثلب لا، ومعناها في اطار الحوار المشترك النجمو راهو نحن نعارضوا الحكومه ونعارضوا الرئاسه ونعارضوا رئاسه الحكومه ونعارضوا السفاره ونعارضوا القنصليه، ولكن في اطار الاخلاق. ما يساش